السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إيغل فيلمز بتعاون جديد مع ممثلين من الخليج في مسلسل اعتراف. كشفت شركة إيغل فيلمز المنتج جمال سنان ومنصة شاهد في اي بي عن بوستر مسلسل اعتراف الذي صورته إيغل فيلمز في الكويت، وهو مسلسل قصير عنوانه الجريمة والتشويق والتحقيقات والإثارة بشكل مختلف بدارة المخرج محمد سمير في تعاون جديد مع الشركة بعد تجربتين ناجحتين هما ملاك رحمة وبيبي تأليف مريم الهاجري. قصة اعتراف تحمل الكثير من الغموض وتقدم حكاية مشوقة يجسدها نجوم من الخليج العربي، منهم محمود بوشهري، لمياء طارق، ليلى عبد الله، عبد الله بهم، عبد الله عبد الرضا وغيرهم. ينطلق عرض العمل قريبا جدا عبر منصة شاهد في اي بي.